يا أبتاه جنة الفردوس مأواه صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام أعلى الخلق منزلة في الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسألوا الله لي الوسيلة فإنها أعلى درجة في الجنة، ولا تكون إلا لعبد من عباد الله، فأرجو أن أكون أنا هو. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام مأواه جنة الفردوس، وجنة الفردوس هي أعلى درجات الجنة، وسقفها الذي فوقها عرش الرب جل جلاله، فوقها عرش الرحمن سبحانه وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام في أعلى درجة منه.